عندنا شغلتين معاناة بين التاجر والفلاح. التاجر يطلب من الجهات المسؤولة أن يفتحوا طريق لهالناس. نحن طريق المهم طريق، نطلب من الأخوة الأتراك يفتحوا لنا طريق ترانزيت من عندن لكي تصريف هذه البضائع، لأن اليوم التاجر والمزارع، المزارع بدون زراعة في هذه المنطقة، المنطقة كلها بتموت، ما بضل لنا أبدا. الزراعة بتشغل أكثر من 1,000,000 شخص إذا بدك تجي تشتغل مظبوط في الأماكن الزراعية، المناطق الموجودة هي كلها مردودة على المجتمع. ما في زراعة، ما في شغل، ما في عمل، بدها تولد لنا حالات سلبية كثيرة. نرجع نوجه كلمة للمسؤولين في مدينة الباب، في ريف درع الفرات كله، إلى أخونا حل، لأن منطقة الباب هي المنطقة العصب التجارة والزراعة في هذه المنطقة. التكلفة كبيرة يا أخوي، تكلفته كبيرة. إذا انباع فوق 100 حتى يشيل حاله مع المزارع، تمام؟ وبالنسبة للبصل يا أخي، إنتاجه السنة ضعيف، إنتاجه ضعيف، رغم هالشيء إنتاجه ضعيف، وكتر الساحة شايف شوفة عينه، والأسعار ب20 ليرة 18 ليرة، تجي للسوق لهون إيجار سيارة وعمال، والهكتار 150,000 حوشه، والإنتاج ضعيف، خربت بيوت العالم، استوت، والعالم كله عم يتصفق هلا لحالها، ما ضل عنده عقل تتحمل، راح تجن العباد من هالشيء هذا. حدود منطقة مطوقة وما في اخيه منفذ له، وبنتأمل اخيه يعني من الجماعة الطيبين هيك يفتحوا له طريق ان شاء الله، بلكي نصرف هالرزق. وبالنسبة للبطاطا نايمة كمان على قلوب اصحابها اخيه لهلق بالبرادات، وبتجي على التركية بضاعة التركية بتدخل ويدخلوها رخيصة ب 65 ليرة ب 70 ليرة، وبطاطتنا كلفتها 200 ليرة اليوم، كلفتها علينا 200 ليره للمزارع. وانت بتعرف هالامور هي يا اخي، الفلاح منين بده يجيب ويسكر هالكميات هي الاسمده وغيرها وسواتها، بتعرف انت بيد عامله ومبخ مبيدات وفطريات، والامطار السنه جتنا كثيره، العالم تكلفت كثير يا اخي بهالمصاريف.